طبعا يا اخوان اليوم عندنا مقطع مشكلة التهريب الخفيف اللي يصدر من نفس السيفون الضغاط. مثل ما تلاحظون الآن في تهريب خفيف جدا يكون مستمر على طول. طبعا هذا ايش المشكلة؟ المشكلة في سيستة داخلية مع الوقت تضعف هذه السيستة، فلازم يعني مع الوقت نغيرها حتى تكون قوية وتقفلها. طبعا السيستة هذه ما هي متوفرة، لكن نجيب اللي هو شطاف جديد ويكون نوعية أصلي ألماني، ونفك من الداخل وناخذ اللي هو نفس السبرينج أو السيستة الداخلية ونحطه بدل هذا. نشاهد الآن كيف نفك هذا ونبدله سوا كله. الآن طريقة فتحه، نجيب زردية ندخله من هنا، نبدأ بسحبه بهذه الطريقة. شوف الآن كيف طلعت معي، خلاص هذه هي. أضعها بدل الموجود داخل هذا. الآن نقفل المية أول شيء، بعدين نفتح طبعا هذا احتمال ان نسحبها كذا ما تطلع معنا بعض الاحيان، لكن اذا ما خرجت معاي اضع يدي كذا وافك المويه، فكت المويه راح تطلع معي على طول. تمام، هذه نفسها ابدا استبدلها، هذه ضعفت الان واستبدلها بالنوعيه حقت الشطاف نفسها. نشوف الان، نشوف الفرق بين الثنتين كيف بين الحجم. هذه خلاص الان ضعفت، احط هذه بدالها. نجي هنا للقطع، مثل ما تلاحظون الآن نبدأ نصنفر اللي هو هذا. نجيب لأي صنفرة موجودة عندنا ونبدأ بصنفرتها هذه الطريقة. الآن بعد ما انتهينا من تنظيف هذه نبدأ بتنظيف الثانية. شوف نضغط هذه للأخير ونبدأ بتنظيفها. شوف الأملاح والأوساخ المتراكبة يعني من آثار الموية من مدة الاستخدام. اوكي، نبدأ ننظفها بشكل أفضل. نبدأ ترجيعها. طبعا يا اخوان هذه كذلك، شوف الان ضغطت من هنا يبدا يطلع اللي هو مثل الطاقات كذا. هذه بعض الاحيان يكون هنا فيه وسخ او فيه تراب يعني من اثار المويه، فتبدا تضغطه وتنظف هذا الجزء. يعني بعض الاحيان التسريب يكون المشكله هنا في هذا الجزء فيه تراب، فيدخل مويه من هنا ويطلع من هنا المويه، يتعدى هذه الجلده فيصير التهريب. فهذه بس يعني من باب الاحتياط يتم تنظيفها يعني بصورة أفضل. نبدأ الآن بتركيبها وكذا يكون انتهينا من كامل الشغل الآن بهذه الطريقة الآن، وهذه هكذا. هذه كاملة مجموعة الآن. نشوف شو نضع السيستة أو السبرينج على حسب المسمى لديك. وكذا الآن فتحه إلى النهاية، بعدين تأكد هل ما زال التهريب مستمر أو انتهى التهريب. نشاهد الآن،
شوف هلا هل انتهى التهريب ام ما زال مستمر؟ مثل ما تلاحظون انتهى التهريب تماما. هذا ما حبيت افيدكم في هذا المقطع، وشكرا لكم.